يعني لما تقول لي سياسة الباب المفتوح، أول ما دخلت مكتبي في الوزارة بصراحة اكتشفت إني دخلت ديوانية مو مكتب. مئات الأشخاص، مو اللي جاي يسلم يقول أول أيام الوزارة أوكي معروفة، لكن الواحد بيده ورقة. أذكر يومها يعني واحد جاي يقول لي دكتور الله يخليك أنا سواق في الوزارة بصير مراقب عمال، ويعني الثاني كان يقول لي أنا بنتي في المدرسة الفلانية بنقلها المدرسة اللي يمها، ويتني مدرسة تدرس في اليرموك وما تبي تسوق لي قرطبة، الفرق إشارة واحدة. يعني رب أسرة مع بنته كان يقول لي أبيك بموضوع مهم، وكان عندي اجتماع أذكره. نعم. فقلت ريال كبير ومعه بنته طالبة بالثانوي أكيد أكو شيء. فرحنا المختصر قعدنا، ها عمي عسى ما شر عسى، يقول خلها هي تحاجيك. قلت أنا أكيد أكو سالفة عودة، خلها هي تحاجيك وياي هالوقت وهذا ما أدري. كانت أقول لها تفضل. أي نعم. كان تشيل وياها بحث بيدها. ذمتك دكتور البحث هذا مو امتياز؟ طالع المدرسة ما أعطتني مقبول. يعني واحدة جاية من ثانوية طالبة عند الوزير تبي أو تتوقع منه يعني يروح يتصل في مدرستها أو في ناظرتها أو مدرستها يقول لا أعطوا هذه امتياز، يعني ماشيين على طريقة أعطوه 50,000 درهم أجلدوه 100 جلدة. يعني هاي النظرية الحقيقة يجب أن ننتهي منها. أكو واحد عنده حق؟ نعم، غصبا على الوزير غصبا على المسؤول، وشغل المسؤول وزير أنه يخدمه ويساعده، بس ما أقدر أدخل في واسطات في مسائل شخصية في كسر قانون. وكل واحد يعتقد أن مشكلته عند الوزير. تدري إيش معناها هذه؟ معناها أما أن كل جهازك فاشل، لأن بالتأكيد ثلاثة أرباع هذه المسائل ممكن تنحل بالتدرج من مدير من ناظر مدرسة مثلا، نعم، إلى وانت رايح المنطقة التعليمية أو إلى وكيل مساعدة أو إلى وكيل، أو بالتسلسل هذا لازم تنحل بمكان معين. فإذا ما انحلت بهالمكان يا أنت عندك خلل في إدارتك كلها يا هذا المواطن ما له حق. وأنا عندي حالات لواحد مقدم نفس القضية لأربع وزراء سابقين وهو ما عنده حق ولا يمكن ياخذ حق. تقول حق واحد يا فلان والله هذا القانون ما يسمح وما اقدر انا اعفيك من شيء قانوني، يقول لك دكتور افا فيك بركه. فشوف الخلط بين فيك بركه وكانه جايك في قضيه شخصيه. يعني لو واحد يجيك في قضيه شخصيه يقول لك سمحت دكتور ساعدني بشيء فلاني وانت ما تساعده يمكن لحق يروح يقول والله ما في خير ريال رحت له في الموضوع، بس جايك في قضيه واضح قانونا انها ما تصير. هذه تصير مع اشخاص مسؤولين في الدوله والحقيقة تفهمون، أقول له والله أنا آسف الموضوع ما أقدر أمشي لأن الموضوع مو قانوني. الكويتيين ترى أيضا يستوعبون هذا الشيء. الكويتيين إذا حس بأن القانون منطبق على الجميع ترى ما يزعل.